دانت السفيرة الأمريكية مارا كونولي القصف السوري على الأراضي اللبنانية، وجددت بعد لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعوة الولايات المتحدة جميع الأطراف في المنطقة إلى تجنب أي نشاط من شأنه مفاقمة الأزمة في سوريا وزيادة احتمالات تمدد العنف. كونولي نقلت إلى ميقاتي تقدير الولايات المتحدة لجهوده من أجل الحفاظ على استقرار لبنان والوفاء بالتزاماته الدولية، كما أعربت عن دعم بلادها للجهود الاستثنائية التي يبذلها قادة لبنانيون لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.